رابع أقوى امرأة في العالم. كسرت قواعد الهندسة التقليدية ووضعت قوانينها بنفسها. بصمتها الإبداعية شاهدة بأجمل المدن الرئيسية من الصين أقصى الشرق، مروراً بدول الخليج وصولاً إلى أوروبا. عبقرية الانحناءات الهندسية زها حديد. معمارية بريطانية عراقية الأصل والمنشأ، ولدت في بغداد عام 1950. والدها رجل الأعمال والسياسة محمد حديد، أحد مؤسس الحزب الديمقراطي العراقي. شغل بين عامي 1958 و 1963 منصب وزير المالية في العراق. والدتها وجيها الصابونجي رائدة الفن التشكيلي، تركت أثراً بإبداعاتها في الرسم. درست زها الرياضيات بالجامعة الأمريكية في بيروت، ثم انتقلت إلى لندن في عام 1972 لتدرس الهندسة المعمارية بكلية الجمعية المعمارية. برزت خلال سنوات الدراسة كطالبة متفوقة، وبعد تخرجها عملت كمعيدة في الكلية ذاتها، ثم انضمت للعمل في مكتب معمار العاصمة كبداية لحياتها العملية المثيرة. في عام 1980 افتتحت مكتبها الخاص الذي يعمل فيه حالياً أكثر من 350 شخصاً. أولى مشاريعها الناجحة محطة فيترا لإطفاء الحرائق في مدينة فيل أمرين في ألمانيا. عملت كأستاذة في العديد من الجامعات العالمية كهارفارد وشيكاغو وأوهايو وغيرها، بالإضافة إلى تدريسها في كلية الفنون الجميلة بهامبورغ في ألمانيا. تصاميمها تميزت بالخيال وتحدي قواعد الهندسة التقليدية، حيث أبدعت منحناً جديداً سمي بالعمارة التفكيكية. لها ما يقارب من 1000 منشأة معمارية في أكثر من 44 بلداً حول العالم. من أهم أعمالها المعمارية التي خلدت فنها الهندسي مجمع السباحة في لندن الذي يشبه تصميمه منحنيات الأمواج، المجمع الفني في أبوظبي الذي يعد تحفة فنية بتصميمه العمودي المتناغم، مركز الفنون الحديث في روما التي تبلغ مساحته 3000 متر مربع، المركز الثقافي حيدر عليف في أذربيجان، مركز الملك عبدالله للدراسات والأبحاث البترولية في السعودية، متحف ريفرسايد غلاسكو في اسكتلندا، جسر الشيخ زايد في الإمارات، مطار بكين الجديد في الصين. أعمالها جعلتها تحصل على العديد من الجوائز العالمية، حيث حصلت على جائزة بيرتسكر للهندسة المعمارية والتي تعد أرفع تكريم على مستوى العالم في هذا المجال، بالإضافة إلى وسام الشرف البريطاني برتبة سيدة قائد، كما وحصلت على أرفع جائزة للدولة النمساوية وهو وسام الدولة للسياحة. وفي عام 2010 اختيرت كرابع أقوى امرأة في العالم بحسب مجلة التايم. لم تقتصر تصاميمها على الناحية المعمارية فقط، بل ودخلت عالم تصميم الأثاث والأحذية والمجوهرات وصولاً إلى اليخوت. توفيت المعمارية في الولايات المتحدة الأمريكية إثر نوبة قلبية في عام 2016 عن عمر ناهز 65، تاركة إرثاً وتحفاً معمارية كفنانة مبدعة قبل أن تكون مهندسة معمارية. تم تكريم زها حديد في العالم الغربي، لكن ماذا عن العالم العربي؟ Well, I think that I'm very sad about a lot of the work I did in the Arab world. No, I don't think the Arabs respect you enough. Why? I don't know. But if I was an American, they would love me. American man. برأيك هل تم تقدير إنجازاتها